في هذه الحلقة المباشرة من برنامج صباح الوطنية. برنامج صباح الوطنية اليوم استضفنا لكم فنان من الفنانين الموريتانيين، إن شاء الله تنالي أعجابكم هذه الحلقة. ومعايا في التقديم كالعادة سميرة السمناني، مرحبا بك وسهلا. معايا الضيف أحمد سالم والحرش، حال ياك لباس ياك الخير ياك لباس عليك شمواسي، نورت البرنامج، مرحبتي وسهرتي. الله نسولك سؤال تقليدي كاع عندنا احنا كاملين، انت مالك من اسره فنيه واش تميتني دخلت مجال الفن؟ دخلت في الدازيان عندي تو اكتشفت عندي موهبه تو اخترت تو مع اني اكتشفت ان عندي موهبه تو قالوا لي مني تيجي نختار مني اخترت مني دار اللي تي مني زين ذاك هو اللي يميزك عن باقي الفنانين. وكم لك انت في اكتشفت راسي من 98 وقال ما كانت غالية علي الساحة وغلات علي الدعم من 96 تنادى تقيس الحفلات تنادى الشهرة والله بعد ان شاء الله تبارك الله على مستوى بعد الولاية انا ساكن بعد ان شاء الله واللي مولي عيت نمشي مولي خارجي نقيس الجزائر نقيس المغرب هذيك البيضان كامله اللي لهي نشوفهم شوي شوي الحمد لله ما بيك الدرجه شوي شوي يطرق ضريسي الوقت حق الحمد لله بارك الله يتسمع المشاهدين شي والله ان شاء الله سمعكم شهر هنا تياهل سيني يقول الشيخ عندي غالي تفضل قال محمد معروف اللي على الشيخ رب المريض ودعائك وآواتك وارتجائك وآياتك نورا تهدي بها من تشاء يا لطار الشيخ نور الله بشاك محمد معروفك حمد اللي يا شابي وارمو هذا بعلمك والخافي ما بهم كذب حد ولا نابي يا نابي ما بهم كذب حد ولا نابي لما يا حمد يا ليل حمد اللي شايبي لما حمد حمد لله حمد لله شايبي الله يهنيك الله معقول الله ان شاء الله المشاهدين يستمتع معنا الضيف الكريم يطرح لك سؤال في اثناء حديثنا وراك في سابق ربر عود على الهواء مباشره اكتشفت انك مالك من اسره فنيه نعم وانت الشاب ما شاء الله تبارك صوتك ما شاء الله تبارك الله عليك من درا كان قد جبرت ضغوطات من الفنانين والله من المجتمع اللي انت فيه مجتمعي انا اللي خاص بي قد جبرت ضغوطات فهمت شجيع عليك انك شاب وتهوى الهوايه والله والفنانين ما قد ضايقه بحد منهم ما انا المضايقه اللي مباشره ما نعرف ليه ما قطريتها ما تلقيتها وشي وراء الستار ما نعرف ليش وحنا لا انت موريتان زين انت ولا موريتان من درك انا قد تعاونت مع احد الفنانين قد شفته هو والله شيء
قط شكلي هو مع الدنيا فيها رحمة هايت عنده لا خير منه من ذاك الدنيا نتمع منه شي ماضي شاشي الصلاة وقتها بلادي نوحد وهو قط الصلاة شكلي على أساس مناسبات اجتماعية عندنا نحن عندنا كبار فنانة كبار فنانة كبار وقنيت معاهم بنفس الدور قنيت معاهم وهنؤوك وشجعوك بما انك انت مالك من الاصل لك بعد هو الرياض والشيخ كنب ان شاء الله ان شاء الله عزاك هو اللي يطول قول لي والله قبل مكالمه بعدين الو السلام عليكم مشاهد قبل الاولى مكالمه في هذه الحلقه المباشره الو السلام عليكم الو السلام عليكم مشاهد الو السلام عليكم مرحبا بك السلام عليكم تفضل شكرا الله يحييك شكرا شكرا مرحبا بك دور شو تعرفون من خلال برنامج الصباح الوطني ان شاء الله ان شاء الله تفضل يبدو المشاهد يقول لك الو الو مشاهد شاهد ماتنا معانا نقبل مكالمة ثانية الو السلام عليكم عدو زاد هم اللي يشاركونا في الحلقة الو السلام عليكم 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 نرجو من المشاهدين يعودوا جاهزين اللي دائما يكردوا موعد فهم التشويش ان شاء الله يعودوا جاهزين وقت اثناء المكالمات لاك لها نرجع لحوارنا ضيفي والله كاع المشاهدين عدوا دور اللي الضيف يتمهينا هو لهم بهم اللي نعود وايرش تحسناهم نحن من الزمن كامل ونجيبوا لهم القضايا الاخرانيه يلا تنموا اللي الفنانين اللي نشد اخبارهم ضيفي الكريم اللي نستولى كنت راك انا قط شاركت في مهرجانات المدن القديمه اللي ما شاء الله موريتانيا راك معروفه بهم موسميه لو قاص الحقيقة لا بد أن وقع من ولف والدوارة لا بد أن ليت وأنا اللي ماني قاع جري حتى قاع اللي ماني جري لأني قيم قاي سر قاش ونقول دو أنا دور نعود دني في المهرجان الفلاني وذاك من ما يرصف لي أحد ما رصف لي طبيعتي هي طبيعة فيك طبيعة في أنا تو معناته حد مني ما نداني ما يجي طبيعة في أنا لا ولا فت نزلت في زري ما كنت تطحين عليه البوني في رقبه تبارك الله يا الثقه بالنفس تبارك الله يا ما شاء الله تبارك طبيعه فيته صح يتعرض يعني يجبر من قاع زويرات يخلقوا فيه فما نشاطات ثقافيه ويقول لي انت الفنان هون في المدينه وكذا برك ونقول ما انا الوالي ما يعود مستدعي لي ولا الحاف انا يعني استدعى على فمه هو بيدي قال هو بلا قال لا الحاف قد تخليك في النشاط الناتية شاركت فيه وتوه ما هو بعد شيء لك هو أيضا كارقص الحقيقة زي نقبل معنا مكالمة ألو السلام عليكم ألو السلام عليكم ألو السلام عليكم وعليكم السلام اخي الكريم ليه تنقص صوت التلفزه وتسمعني من التلفون للاسف الانقطاع هذه المكالمه نقبل مكالمه ثانيه الو السلام عليكم الو السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله حياك الله مرحبا بك بابا الله يحييك الله
شكرا. الله يحييك. شكرا بابا. طبعا المشاهد لابد دائما من الحلقه او البرنامج ما مع النهايه. فقط من المشاهد اللي كانت عن اللي كانوا مثلا ما يتم المصاب بما في طبعا اللغه. عندي بعض الكريم. هو الحمد لله هي حسه رائع جدا. ما شاء الله. هذا جميل جدا الى غايه. كانوا سمعت عنه اول الساحه الفنيه. شنو هو الخطوه الفنان يعتبر هو خطوه له بين عنده حسه قاعد يعتبر عنه ريحه وقاعد قاعد في بنته ولا في فنان هو. زين. ومن ترى كان هو اللي يلحن الراس والله ويلحن الراس والله عنده حد يلحن والله ويلحن الراس. الترتيب كان اسمه هو. فبعد كان يقول الادب كان فهم عنده يتناول كان فهم 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 ارتباط بين الادب الحلساني وينقال الفن الامريكاني كان بينهم ارتباط والله ما بينهم ارتباط. اذا قال يجي يقعد ما بعض بينهم ارتباط. زين. ونتمنى ان شاء الله توفيق ان شاء الله. توفيق ان شاء الله. شكرا لك. شكرا لك بابا على هذه المداخله القيمه. ونرجع للاسئله بابا قال لك اسئله نحن قليل نطرح. بابا قال لك شو ما سي عندك الساحه الفنيه حالك لك ساحه فنيه لك بعد اللي منها بعد بزباله ترك الله يلطف عنها عنه الله يلطف بك معناه فنانك المفضل فناني المفضل وش يقول لك كذا ما خارجانا فناني المفضل الخليفة وليد رحمة الله عليه من قد الفنانين رجال والنساء فنات الله ديمي يرحم والفن الصدى التالي اللي مش عبط وفيه شعير وفيه زايقات وفيه محمد حبارة وميت موت نفر صح والله نحن ما ينقطعونك في وجهتنا الله راك هذا هو خصوصيتي يعني ما خلاه اللي قاع فنانين كاملين هو لهم زين والشعرين كلهم ذوق هي الحياه هي سند الحياه واحد قاعد يقول شيء قاع ما هو شيء غير مولي ما شاء الله فنانين كاملات ينفقعون الفنانين يقولون ما هو ما شاء الله كاملين نسمع المشاهدين الله هب العواذل وفي يومي وتنطاري ولست أسمع ما قد قال عذاري قالوا أتصمم عيد شيب قلت لهم بعد المشيب نعم مصبوح أنا موالي قلت لهم بعد المشيبي نعم مصبوح أنا موالي لا إله إلا الله لا زوين الحب والناسنا ويتم حذايني حاجينا ولا مطانة يتحاسنا لمنا دمى وباقينا لمنا دمى وباقينا زوين الحب والناسنا تم حذايني حاجينا ولا مطانة يتحاسنا لمنا دمى بقينا لمناد ما هو بقينا هذا عيد الحب الصات فرحنا في الخافين
مبروك للعاشقات، مبروك للعاشقين، مبروك للعاشقات، مبروك للعاشقين، مبروك للعاشقين. زوين الحب يونسنا ويتم حلال الحاجين، وإلى ما طهرنا يتحسن لمنا دم وباقينا، لمنا دم وباقينا. شرك هذا ما هو معقول، شرك هذا ما هو معقول، وانصقلوا منه وذنينا، وانصقلوا منه وذنينا. ما نبقوا نمشوا عند الهول يا غير حمارو عينينا، يا غير حمارو عينينا. زوين الحب زوين حتى وهو معقول أمه اللي معدلوا على عيد. قلت لك هذه الأغنية لو تتبهي شوي نظرة كان الكلمات قد تو والحانة قد تو ده شيء خرم زوال. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله عليك. ما عندك حد يكتب لك ولا يلحن لك؟ تلحن انت راسك وتكتب انت راسك. الحمد لله بدأت من عيدت منه أختي واحد شنين تختار شي في راسي تو وطبقوا ذاك التوسل المسال ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله عليك وتبارك الله. كلمات تبارك الله مو معتادين تناسقين معاه تناسقين معاه ذا وهو قاعد عمالي في مرواية سميرة عنه ما شاء الله ذكر عيد الحب اللي نحن مقبلين عليه إن شاء الله عود قاعد ومهنة أمالي فيه إن شاء الله. صح نقبل معنا مكالمة. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم مشاهد. ألو السلام عليكم مشاهد. ألو السلام عليكم. ألو. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم مشاهد. مشاهدة ماني سامعة صوتك حتى. لا شاء الله لكن الحمد لله. مرحبتي بك وسهرتي شو ما سياك رباس. لا شاء الله ياك بخير عليك انتظرنا عليك رفع احدا من الباركيو. الله إلا وخيرت وخيرت به الباركيو. مرحبا بك وسهلا بغنا اشتم تفتعطي ازاي حتى عندك. شكرا الله يخليك الله يبقى وخاري معاه ازاي عبد العزيز اهو الله إلا واجع حتى الله إلا واجع. شكرا على المداخله. ما شكون زين حتى عندي. شكرا شكرا الله يخليك. شكرت انا بالنيابه عنها. مرحبا الله يخليك. مرحبتي بك وسهرتي يا مرحبا بك ويا مرحبا بكل سكان مدينه باركيول. صح ونقبل مكالمه. الو السلام عليكم مشاهد. ألو السلام عليكم مشاهد. ألو. ألو السلام عليكم. ألو. ألو السلام عليكم. ألو. ألو السلام عليكم. تفضل. ألو السلام عليكم. ألو. ألو الوالد. ألو. ألو. ألو تفضلوا. مشاهد حاول تسمعني من تلفون تنص على التلفزيون فهم تشويش. منا سامعينه حتى. ألو السلام عليكم مشاهد. ألو السلام عليكم مشاهد. ألو السلام عليكم. مشاهد أنت يا داخل الاستديو حالة مباشرة على الهواء. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. نقوم بمكالمة ثانية يبدو أن المشاهد ما هو جاهز. ألو السلام عليكم. نعود نرجع للضيف ما نبقى نطول عليك المشاهدين كرام الوقت. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. ألو مشاهد. مشاهد تابعت الحلقة وشفت الضيف وسمعت أغنية. ألو السلام عليكم. ألو مشاهد. طالب من البنات.
وان شاء الله اصوات الخير. طالب منه دائما الناس باصوات زينه يعود ترتيب زين القران، طالب منه يرتب ايات القران لو قل هو الله احد. ان شاء الله يا رب راه سمعك ودار الشرع يلبي لك ان شاء الله الطلب. شكرا شكرا الله يسلمك. شكرا جزيلا شكرا جزيلا الله الا قالها قاعد الضيف قال عنده ولو عليه كامل ولا ترتيل القران ترتيل القران صح يسعده يسعده نرجع لنا قبل مكالمه يبدو ان فهم مكالمه. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا سيدة راني الياسم بالزمن الرقم جاي الحمد لله اللي جبرتو اليوم. الحمد لله اللي جبرناك احنا اليوم. مرحبا بك الاسم الكريم تفضلي. معكم متصلين قال لهم خاصك تقول لهم مرحبا بك وسهلا ومرحبا هنواك شو راني متابعتكم ان شاء الله طيب فقرات البرنامج كامل الماضي الحمد لله. شكرا وشكركم حتى للموضوع اليوم هذي. الله يخليك شكرا حبيبتي. عندك طلب لي توجهه للضيف والله؟ لا لا عاد عندي شيء مشواري يقدم وانا وشان عندنا في الصباح ان شاء الله يا رب منورين حرمات الحمد لله. شكرا الله يجازيك شكرا منوره في صوتك. اليوم مالين قليل عن الباسكت اليوم هذا اليوم رائع رائع رائع. الله يخليك شكرا لك الله يخليك لنا ان شاء الله. شكرا مرحبا بالغ بالغ يا مرحبا بك وسميرة مالي مسلمة عليك انت موجهك تحية خاصة وفعلا انك اليوم لاعتي فرحانة حتى انا فرحانة اني جبرتك نجبرناك. شكرا لك حبيبتي على هذه المداخلة. ضيفي الكريم الله يتلبي الطلب المشاهدة لك. أنا ما للأسف أنا ما تفكرت من الأسف تفضل. عساك يا زين وابي 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 ومكحل وهاي لا منك حال كابي كابي منك حيال لا منك حال كابي 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 منك حيال إلا الله لا إله إلا الله يا لا 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 إله إلا الله يا 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 جلشت أنا ولين اختير زور عقلي ما هو بقرضي عرفت اني ظالم يا قليل مسقري حتى ومرضي عرفت اني ظالم يا قليل مسقري حتى ومرضي شلشت انا ذليل وتير زور عقلي ما هو بقرضي عرفت اني ظالم يا قليل مسقري حتى ومرضي هذا الريم النختين هذا الريم النغير هذا الريم النختين يا من صاب وعاد بحظي ان جهانا يسوى يا قير يسوى موسولي ممضي ان جهانا يسوى يا قير يسوى موسولي ممضي جلشتانا ذلي نختير زور عقلي ما هو بقرضي عرفت اني ظالم يا قليل مسقري حتى ومرضي عرفت اني ظالم يا قليل مسقري حتى ومرضي هذا الريم النهوايا هذا الريم هذا الريم النهوايا على طولي وعلى عرضي يا منصابي بت مع وحدي صايب لو قرضي يا منصابي بت مع وحدي صايم لو قرضي جلشت انا ذلي نختير سور عقلي ما هو بقرضي عرفت اني ظالم يا قير مسقري حتى ومرضي
عرفتني ظالم يا قيم سقري حتى ومرضي زين حتى اسك زين حتى ما شاء الله حتى سقري هذا مرضي كلمات هم اللي زينين يعملوا مسلم ومالله هذا من اللي يجي سوقه كلمات ما هم معقولين فيهم ياسر ما شاء الله من الاحساس لهنا نرجع باقي صفحات البرنامج الشيخ الدكتور الشيخ خول بطار صباح الخير صباح الوطنية تحية لكما ولضيفكما اشبه بعد اللي هم بالله عنه ما يقدر يعدل ما هو حد حسو زين ويدخل لخلا ولذلك ياسر من يقاون ما يقبل عنه يغني هم بالله عن عنده الله الموسيقى به اللي خايف يظهر شيء نحس ويسوى قاع يقاون عندنا والله في الخارج وده حسن تمنيات المشاهدين مواضيعكم ما فهم عظام يسوى الصة من كان معاكم والله ما هو معاكم شكرا الدكتور الشيخ والبتار اكيد والبرنامج لابد من عود في تنوع الى ما ذاك ليت ندحسوا انتم وندحسوا قاعنا احنا اللي مقيمين عليه ونقدموه ونشرفوا عليه لابد من عود فهم شوي من تنوع اياك نكسروا الروتين نعود نحن وانتم بعض عندكم هون احمد المغاري شكرا لك احمد المغاري نور الله صباحكم ثنائي سميره وصفيه لكم تحيه ولضيفكم الكريم لم تتاح لي الفرصه للاسف لمتابعه البرنامج على شاشه الوطنيه واتمنى من العلي القدير ان يوفقكم لما يحب ويرضاه قد نورتم صباح الوطن كله ليست الوطنيه وحدها فلكم كامل الشكر ولا تنسوا تطلبوا مولانا الممرضين يعطيهم ان شاء الله مولانا اكتتاب وذاك اللي يبقوا ان شاء الله في القريب العاجل ان شاء الله شكرا لك وشكرا لكل الناس اللي ركاتيها متابعه البرنامج ونقبل مكالمه الو السلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمه الله السلام ورحمه الله ما شاء الله تبارك الله مرحبا بك بابا تفضل جدا شكرا والله انا جاوب على سيره حسن وطالبين معه طالب والله غني تفضل طالب هو قاعد بابا ماني سامعتك عندك تشويش لي تنقص تنقص طلع الله الله بابا لي تنقص عنك شوي ايه سامعتك لك والله تفضل جميل قلت لك انا عندي قد للفنان وزي نقول له بطل حسن ان شاء الله روعه جدا حسن روعه شكرا طالبين هما فنانين نقدوا له اثنين حسوا بعض اثنين عندي حسن ضرب كلهم قلدوا انا مفهوم والفنان بابا ولا ديمي من تابا والفنان الاخر ما في طلب الا اثنين سمعتهم بعد غير التالي ما تمكنت منه حتى بابا والحمبار بابا والحمبار وديمي متابة بابا والحمبار عالمية ان شاء الله هي سمعتك بعد ان شاء الله يا رب يسمعك الضيف ويلبي لك ان شاء الله الطلب نقبل مكالمة ثانية الو السلام عليكم رايني الو السلام عليكم الو السلام عليكم وعليكم السلام اهلا تفضلوا انتم على الهواء مباشره الو تفضل الو الو تفضلي اختي الو تفضلي تفضلي سامعتيني سامعتك بعد نكسر صوت التلفزه وسمعيني من تليفوني خليك الو سامعتك حبيبتي انقصع عنك صوت التلفزه وسمعيني من تلفون سلمين عليك الو حبيبتي اسمعيني من التلفزه وانقصع عنك تلفون هذا الو سامعينك انقصع عنك تلفون وصافي الو سامعتيني سامعتك بعد والله يسترسلي في الكلام صافيه شحال صافيه ما شاء الله تبارك الله ماشي فتبارك الله بخير الحمد لله الاسم الكريم منين متصلة قطعت للأسف الانقطاع
هذه المكالمة من نرجع للضيف. ألو السلام عليكم. طلعت من الكلام. ألو السلام عليكم مشاهد. ما شاء الله تبارك الله. السلام عليكم. ألو مشاهد تفضل الاسم الكريم. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا رب. ما شاء الله تبارك الله. السلام عليكم. تفضل مشاهد. مشاهد يبدو انه ما ترانا معانا، نرجعوا للموضوع ونرجعوا للضيف. الضيف الكريم ما قال للمشاهد قبل هذا بابا، قال عنك تقلد له بابا والحمباره. انا ما تاثر باصوات ما ايوه تاثر بهم باش ما تاثر بصوت تاثر بهم ما 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 ينهروني واللي يقولوا زين عنده ذكرته ما تقلده. ما اقلده خايف لا تقول فن قريب والله. زين هذه فكره زينه. زين والى عاد عندك لا لا القاضي والانجليزي والفنان الكبير ومجهد فتح لي من ولاتي هم اللي هو اللي مولي وقع يدخل لي بيض بالاخص ولا قلت حامر قلت حامر شوي حامر زين عند هو حامر شوي والله بعد بعد من الشباب ما هو فاهم انا بعد اللي يقول زين عنده فاهم وفاهم هو قلت قلدوني هناك الصلي عاد بيال تابت قلد محمد الحنبارة وتقلد قلد ديمي ودارك ليه تقلد القاضي ولين تقلد القاضي ليه تقلد محمد الحنبارة هو ودي لا يجمع الحي مع الميت إن شاء الله وسمع من أمود أبدي أيوا هذا ما هو معقول قاضي قاضي الانجليزي اللي والله هنا هو اللي هو اللي قاعد يعني قاعد في الرياض والله عنده قاع محاكاة فمي عدل جده اصلا والله والده معاه اللي خلفه مات الله يهديك والله يحكيهم يقول لهم خليته جاكم يقاون فم شيء زين يقولوا بنات قاضي والله اللي هو اللي بس الحقيقه والله زين زين عندي حتى الله الله يهديه نحاول معنا مشاهد المخرج الشير عن عندنا مكالمة ألو السلام عليكم مشاهد ألو السلام عليكم مشاهد وعليكم السلام ورحمة الله ما شاء الله ما شاء الله فتبارك الله بخير الحمد لله مشاهد والله بكل سرور تفضل بي قصتك هذا رواه يبدل في العالم حق الله يا ست الفنان شو ممكن تعيدوا شوي؟ قصتك هذا الروان يبدل في العالم رتب به القران حق الله يا شيخ حسك هذا حسك هذا الروان؟ قصتك هذا الروان حسك هذا الروان؟ مشاهد قطعت المكالمة زين بعد سمعتوا شيء؟ الو السلام عليكم وعليكم السلام حياكم الله سميرة صافية بنات السماني مرحبا أحمد سالم مرحبا بك سهلتي مرحبا أهلا بكم وسهلا يا مرحبا بك وخير نختار أولا أحييكم مبارك السنة الجديدة على عامي أول مرة أشبهكم هذه السنة وطبعا أحيي ضيفكم الكريم وزمن هذه الاستضافه هي اللي تدخل في اطار تشجيع المواهب وخصوصا في الداخل بطبيعه الداخل عندهم الحق ايضا نعرفوا مواهبهم ونطلعوا عليهم وبالتالي هذا البرنامج ليس فعلا يعرف هذه السنه الحميده وطبعا شاكر الطيب ولا شك عن متحفنا بمشاركات جميله وعلى كل حال هذا الفن هذا مثلا المواهب شيء مهم جدا ومهم جدا وطبعا نختار نطلب منه اول نختار نسوله اذا كان هو هذا الغنى اللي عدل اذا كان هو في واحدين مثلا
والله إن كان هو أديبي كان أديبي معناها الأدبية كان مثلا يقول لغنة كان منتج لغنة والله كانوا عنده طرق أني المعروفة ثانية أنا اعتبار عن مجال الزوارات من رأيك كان من مواقف أخرى يتكلمنا عنها ويتكلمنا عنها وخصوصا النسوي مجال النسوي يتكلمنا عنه وفي مجال الشباب وفي العالم بعض الشباب عنده مواهب ثانيا كانوا عنده شيء في طاقة مديح المصطفى صلى الله عليه وسلم كانوا يمدح عاد يمدح عمر الخضير عليه الصلاة والسلام عاد تقدم لنا مديحية ويبقينا جمالنا بعيد هذا الشهر الموجود في المصطفى صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام كبير جدا العظيم وسنة كاملة ونحيي برنامجكم الرائع ونقولكم سيروا على الضرب فأنتم على الطريق إن شاء الله تعالى ستكونون بل أنتم كنتم وستظلون يعني ناجحة بالإنجاز بارك الله بكم وبارك في برنامجكم الرائع. شكرا لك الزميل احمد سالم والاحمد على هذه المداخلة القيمة ما شاء الله طبعا موجه لك تحية خاصة تفضل الغرض عندك متحة لي تقولها لي الله يمكن متحة لي بين أنا يا فخرة يا فخرة مرت معيزات نادفات القمرة يا توما انا قلا يا تويو نبي النبي عليك الصلاه يا نبي الله عليك 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 الصلاه يا 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 تويو يا سادك يلا يا حجيت يا سادك يلا عجيت ولبست لبسات وقعدت فهم والبيت البيت شفت رسول بيات وقعدت فهم البيت البيت شفت رسول بيات وقعت فم البيت البيت شفت رسولي والبدايات نبي النبي النبي عليك الصلاة يا نبي الله عليك الصلاة عليه أفضل الصلاة والسلام ما شاء الله ما دين قال تبارك الله ما هو معقول تبارك الله هو معانا مكالمة ألو السلام عليكم بنو عايش طاح الضيف شوي ألو السلام عليكم وعليكم السلام وين ما شاء الله زين الحمد لله شو مستاك لباس أبي بخير ما شاء الله فتبارك الله بخير الحمد لله مرحبتي تفضل عندك طلب للضيف ألو سامعتك ألو مشاهد تفضل ألو سامعتك استرسل معنا في الكلام لعدلي عندك طلب إن شاء الله شكرا الله يجازيك طيب كنت طلب من فنان عظيم انقال لك عمور انقال بعدين الحمد ايش انقال له؟ فنان عظيم انقال بعدين الحمد مدينة انقال لك عمور ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي دور لبوركم يا طالب مرحبتي بيك وسهلتي مرحبا بيك وسهلا مرحبا شكرا. شكرا الله يجازيك الو السلام عليكم الو السلام عليكم
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل أخي الكريم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. ألو سامعتك أخي الكريم. وعليكم السلام ورحمة الله. ألو تفضل، تعالي الهواء مباشرة، عندك تشويش. وعليكم السلام ورحمة الله. نأسف لانقطاع هذه المكالمة، ونرجوك ما دائما نقول نكرر عنكم دائما مشاهدينا الكرام، يعود حد منكم جاهز هنا اتصال معنا، نرجعوا للضيف اللي هي تقول لنا مقطع موسيقي والله شيء الأخير بين الوقت مثلا منه ياسر في هذه الفقرة، فقرتك أنت. أطمنا لنا بدير قاية من فوق القاية، قطب ظرفي ألا الخير والدرجة والولاية، قطب ظرفي ألا الخير والدرجة والولاية. قطب ظهر في النار خير النار خير واندرجة والولاية، لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ويلك يا ويلك ويلك راوجايك ويلك يا ويلك 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 راوجايك، تبات معنا يا منك ذلك وتقر ديمانا يا انت مقر ذاك وتقر ديمانا يا انت مقر ذاك، ويلك يا ويلك 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 راوجاك، ويلك يا ويلك ويلك راوجاك، رقاب جينا جينا منين النهواك للرد زينا سالم عفاك رد زينة يا زينة رد زينة يا سيد معبايك، ويلك يا ويلك ويلك راوجاك، ويلك يا ويلك ويلك راوجاك، ويلك يا ويلك 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 راوجاك، اخرج وفرم قايل لك لذاك لخلت انا فم ما يعمل لك هاك، ويلك يا ويلك 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 راهوشاك. زين حتى الله يحفظك، زين حتى تبارك الله، ما هو معقول ضيفي الكريم. الله يراكم مشاهدينا الكرام، ما ثاني الوقت في الفقره، ما هو نشكر ضيفي الكريم على ما شاء الله قبول الدعوه اللي ان شاء الله تماثل معنا فيها. وفعلا شرفت برنامج صباح الوطنية بقدومكم، ما شاء الله مهولتنا وطرابتنا وبرعد من المشاهدين ومن اللي اكيد تنهولوا بين اللي فهم، عدنا لهم اليوم تنوع ياك ما يكسروا الروتين شوي ياك ما يهتموا الا من دحس. صح تفضل عندك كلمة أخيرة. كلمة أخيرة. الله لا شاكركم انا منتم ومالي على الاستضافة ومالي شكرا زينة عندي ومالي شاكركم انتم ومالي على برنامجكم ومالي هذا انا ما قد لاحظت فيه ما هو شيء زين، وزين عندي اللي عندكم ساترات عليكم قاعد. الله يسلمك شكرا. الله زين. شكرا. مشكلتنا هي. الكلام من قال كذا. أو قاعد وزين وهذا عندي ما قاعد لاحظت فيه ما هو شيء زين. الحمد لله. شكرا لك. شكرا جزيلا. ومالي مطابقات وهي مربيات اوتوماتيكية هي الشوك المستقبل محدد. الحمد لله الحمد لله. الحمد لله. لك الشرف الحمد لله. الله يجازيك شكرا مرة أخرى. شكرا مرة أخرى. وبارك مشاهدينا الكرام لهنا قبل فاصل ونعاود لكم إن شاء الله. قلت لي الرسول أرأيها الماء
الرسول رأي همام جاك اليوم في الازدحام متوسل للحي القسام بك انت ما هي مفتئ ولا عندي للدار القداء مش ينفعني كون انت من دونك ما حليت حزاء من عند الطاء الجدة ولا تحتدي يكون انظام اللي بتيت لساني سبت من مدحك وخرص مقا بين الشبيك الفهم تحزمني في زريبة الإسلام بالله بك انت حتى الرسول الفيديك وصول الوحي والإسلام وحصول توصول الفتح بحصول مكة المكرمة وبيت الله قريش تصول عليك الجنود مقتة وحثيت عليهم عرض طول وبقى وطولهم بعتة والصديق على فحل فحول في العريش اللي فيه انت هح وقت الحمزة تفل محصول من كيف انسنت عتبت وهجم علي خوف الطول بالسيف وقال الله في شيبة والولي وصاح على فحول قريش وقامت متفتة والصحابة صوه وجود قد اللي لحقك يتمكت والغل الجبريل الحصول بجناح فوقك يستفت الأمور من الله مسبول لا حول ولا قوة الله لسك وفمرت شقت رايت محصول الفتح الرافد حمزة واستبدل الإسلام برسول حليم والشفيع استفتى وحي وحسن من الله فصول أحسنت بما فعلت ولا خالق رسول وهو محصول حصل ذا كامل كنت الرسول لهم داعي تبليغ السلام فيه تمجير وإكرام يا رسول الله السلام عليك وعلى الأنبياء وداعي تبليغ السلام فيه تمجير وإكرام يا رسول الله السلام عليك وعلى الأنبياء من سابق نستبدل الظام نخترك تعرف ذنبية ذنوبي كثروا والتخمام كل نهار يزنزن فيه والشيب اللي لو عاد عوام من ضعفة حماو عليا ويا رسول الله الكرام من فضل تكرمك من شياهون انت واصحابك قدام مجي ومبزلق عيني الشفع من باب السلام الفوق انحك كركابية وباب الرحمة مفتوح تماء والقبة الخضراء ذيكية والمنبع ومسجد الحرام واللي فيه راعي يعني الشفك وانتو بمقدام ما نشعر واصلح النية بك انت والحي القسام متوسل بيك العربية دور الجنة والمقام ولا نجبر لا متذية وصلاح الدارين اللي تام وطميمة الأخبار عليا واللي دور مقام حرام بكفرك تعطيه اللي والضر والمحانجر وشآم الجوع وكثرة الذية والجنقور والشؤم الدواء والدوم عليه البلية والدهره بئس التخمام والشقاوة والزلية وعاقب ذاك أعطيه الجذام من بكرة وعاشية ودعتك لله والسلام يا نور بل الفضلية من يانا همام تمام وإذا عفطن باقي هي ممشاي من باب السلام عيني تكفايا ملوية فعيشون نصوع التخمام الكبير نشيق البيدية يا البيديك الدين استقام انت يا خاتم الانبية ويد بليج العلم والأحكام ويحفور الموتى والحية ويد اقداق الكفر والأصران فعلية في الجاهلية في الروم والعجام وفي الشام والبرية والبحرية ويا سناد الحجر وقام في الكعبة راحت مبنية ذاك اليوم وقريش حزان عصاكر جهد وملقية بالسلاح ورجل نظام عليك وعادة حمجية من سبلة الأخبار القدام لأمة محمد كدية ونزل فم الأمين وقام الإسلامي دق فق دربية من تصريف الحي القسام السيد الأنبياء هي عادة مبدأ الإسلام في عام الوحي وعادة حمجية لأبو طالب عمك ذا القام فول الأخبار إعلانية وعقبة روحك ظهرت بتمام بالصح وقامت مقرية بالوحي وبالنور والأحكام سابق تخلق لدمية نطفة نور نفقى شوية الإسلام فعلم الله إلهية شرقانة فعلم الله إلهية شرقانة بالعلم في الأرحام في كون الله مسقية وانت هو رأسها ليك مازال الأرواح السمية ذيك الروح اللي خلق فيك مولانا خلق التقية من تقدير الحي المليك من سابق الأنبياء هي وانت هو زاد اللي بيك الأنبياء خلقت الأنبياء الرسول ذيك الروح اللي خلق فيك مولانا خلق التقية من تقدير الحي المليك من سابق الأنبياء هي وانت هو زاد اللي بيك الأنبياء خلقت الأنبياء الرسول عدنا لكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل إن شاء الله عدنا لإعجابكم مستمرة أنت اللي دائما تقطري هذا الفيديوهات صح هذا مقطع الفيديو من همام اخترت لك بعض هذا المقطع اللي طلعت لكم مشاهدينا الكرام هو طبعا همام معروف مدح الرصاصة والسلام ملك همام ملك همام عفوا وكانت مدحته هذه أنا زينة عندي حتى وكانت مشاركة معاه فيها الفنانة الكبيرة الراحلة منينة من التعلية وتقني معاه كانت يقار نظرا لضيق الوقت ما قدرنا نطلعها كاملها ما هي معقولة بعد تبارك الله همام قعصر المعروف وخليلو ذا كامل تبارك الله يقول نقبضوا مكالمة ألو السلام عليكم ألو السلام عليكم مشاهد عليكم السلام مرحبا بك وسهلا ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله بخير الحمد لله شو مواصلتك لباس عليك
نأسف لانقطاع هذه المكالمة. حاولي انك تقبل المكالمة ثانية. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك ومرحبا بدار شكرا الحمد لله الله يجازيك. صح الحمد لله. ما سمعتك حتى ما سمعتك. شكرا شكرا لك مشاهد. ما سمعت ما تمت الفقراء احنا فر فقراء عند فلان. ما خالك حد وهو فقير معنا وكلمة. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم مشاهد. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم مشاهد تفضل. ما شاء الله علينا تبارك الله. تفضل اخي المشاهد. الو تفضل. لا عندك مداخله. ما شاء الله فتبارك الله بخير الحمد لله. من منين ما اتصلت؟ ان شاء الله وحصلت لي ان شاء الله. شكرا جزيلا الله يخليك. شكرا. مرحبا بك وسهلا ومرحبا بنواكشوط تفضل. والله تبارك الله الملك همام الناس فر تبارك الله تعود يا الله ناهولها كامل. شكرا 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 جزيلا الله يحييك. شكرا لك مشاهد. كلكم ان شاء الله. امين ان شاء الله. ولكم المثل ان شاء الله. المثل ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي دارنا دار نحاولوها. صفية مرحبا مرحبتي بك وسهلا. مرحبا بك. مرحبا. الفنانة قرمي على ما اعتقد حسب علمي عنها اعتزلت عن الفن عندها حالة خاصة هي غير بعد ان شاء الله ربي دون نحاول نجيب لكم شيء من فنانين موريتاني فنانين كاملين تبارك الله مغنيين وزينه حسوستهم ان شاء الله يا ربي. تفضلي سميره. القناعة قابعة على المشاهد ما قبل هذا اللي قال عنه شاكرنا وشاكرنا على هالمفاجأة اللي نطلعوا لهم. فعلا المفاجآت اللي نطلع لهم نختار تعود مفاجأة زينة وهو فيه تميز طبعا على نحن ما شاء الله معروفين بالفن ومعروفين بياسر مشي اكيد اكيد عاد لا يندفر هذا ما نبقيه يندفر نبقى للجيل الصاعد يعود يعرف عن البلد فيه ما شاء الله تبارك الله الفنانين كانوا فيه فنانين اكثر حركه الزمن الاول من هذا اكثر نشاط طبعا من هذا الزمن واذا راجع لاش الله اعلم ما نعرف راجع لاش يقير بعد من من من, من من خلالنا نحن اللي برا نقا اعلاميين يلا مولينا نبرزوا الصوره للمشاهد خصوصا صح. هذا الجيل اللي جيلنا نحن ياسر من الفنانين هذه الصوره اللي طلعنا اللي كنا راكم تكلموا عنها في هذا الفيديو عرفتيها ولا ما عرفتيها؟ اسمه هو المشاهد الحزام المعروف على ما اعتقد به اللي مديوله في الصوره والكلمات والصوت طبعا صوت الملك حتى همام. انه قاع الملك همام صوته نادر تبارك الله ومعروف بالحكايات وهذا رقمات الخارج ما قليله تجبر حد يصنت للملك همام وقليله حتى سمعي هذاك يصنت الحكايات كي حكايه الاديب العميد الفني الفنان الموريتاني الاديب محمد ابراهيم محمد الاستاذ ابراهيم عفوا وياسر مشي ياسر مشي حتى اننا احنا ذاك جيلنا ذيك الساعه ولما هو واحد كانت الناس تقعد على الموسيقى الزينه وتنهب الهول الزين هول على مباله هول باط على الطبل وهول على كل شيء يغير عنده نكهه ما هي كيف هولنا نحن ذاك حتى انك انت قبل الشريط قادين
وتقارنيه مع شريط جديد لا يبقى معك ذاك القديم ما بقى معك هذا جديد زين نقبلوا نقبلوا معنا الوصلة المفاجئة الثانية عندنا فهم وصلة المخرج نختارك تطلعها Thank you.
اهلا بكم مشاهدينا الكرام، عدنا لكم بعد هذه المقطوعه الاكثر من رائعه ما شاء الله اللي كوكب من الفنانين. سمره عندك تعقيب بما انك تتخطري ما شاء الله دائما؟ هذه كوكب من الفنانين فيهم المرحوم والبوبو جدو رحمه ان شاء الله محمد بوبو جدو، وفيه الفنان الكبيره والقادره نعمه الشويخ يديم الله ان شاء الله بقاها عمرها ان شاء الله، وفيه منتشي قالي متاع مرقيو، وفيه الاديب والعميد محمد دول سيد ابراهيم رحمه الله علينا وعليه، وفيه اللي صار تخباط جيتار ما تمكنت من اسمها يقراها لي مانها منتشويخ، والده الفنانه الشابه الصاعده نان ماما تحت زيدة صح موجهه لها تحيه خاصه. سميره ما لاحظتي عن ذيك الساعه خرص ذا الزمن ما عرف حد انت قديم بقى الفنانه قاعده تعزف على آلة الجيتار هون بالصيف اللي اجبرتي فنانه متكامله قاعده توصف تعزف ارتي حتى مولي في الصوره لاحظت فيها عنها شابه فم صغيره الحمد لله دايره لابسه لبس زي التقليدي زي التقليدي زي وعندها جيتار تخبط فيه ومحاولتهم هما ظرك جيلنا نحن جيلنا نحن بعد خصوصا كاع من الشباب الفناني بالصيف اللي اجبرتي الشابه متكامله تخبط ارتي تخبط الراسه وتشد الراسه دارك دائما تشوفين في المناسبات تشوفين كاع حتى انه في البرامج اللي دركات ياها ماشي تشوفين دركات ياها برامج اللي يشوفوا التلفزه دائما تشوفوهم جايبين معاهم حد خلف الكاميرا يخبط لهم اردين بدل ما تعود الفنانه متكامله قاعده قدامها اردينها مطروحه اذا عنها انا قاع هو حد ما خبط اردين ما قد يخبط قتال زين وهذه ان شاء الله من هون ان شاء الله عادوا يخبطوا كامل عادوا سيخبطوا عادوا يخبطوا قاعدين هون معهد تبارك الله فتحته الفنانه نوره السيمالي على ما اعتقد وتدرس فيه اردين ما شاء الله تبارك الله والقبال عليهم هو اللي جيد من قد شابه الفنانين ان شاء الله ان شاء الله اللي الفنانه متكامله اللي تعود معها اردينها تعود سلاحها اردينها بنتي قاعده وحدك عندك ميكرو وراك فرقه والاخرى زي الفرقه تخبط وتتابع لك يقارب اللي يعود فم فم انتي فم تفاعل مع الموسيقى بالتخبط فم وزنك انت الفنان يلا يعود والله الفنانه يلا تعود كامله باردينها وبطبلها وياك ونقبض مشاهد شوفوا زادهم اللي كان عنده وجهه نظر الو السلام عليكم الو السلام عليكم عليكم السلام مرحبا بك وسهلا تفضلي الاسم الكريم ما شاء الله هاينا تبارك الله بخير الحمد لله هاينا شو مواسيت ياك لباس عليك مرحبا بك وسهلا موالا تبارك الله مرحبا بك وسهلا تبارك الله موالا قصر منه شكرا لك مرحبا بك وسهلا مرحبا بك الزويرات ما شاء الله عدنا تبارك الله بخير الحمد لله حق ان شاء الله تصابها ان شاء الله في الاعاده ان شاء الله الليله بعد النشرات العربيه والفرنسيه ان شاء الله تفضلي قلت لك انك تتابعيها ان شاء الله الليله بعد النشرات العربيه والفرنسيه في الاعاده شكرا الله يسلمك من هو؟ من هو؟ فقيه من هو؟ ان شاء الله ان شاء الله الشيخ عبد الله ولد ان شاء الله يا ربي ضل صدافه لكم ان شاء الله ان شاء الله يا رب شكرا مرحبا وسهلا مرحبا بك وسهلا شاكره انا بعد كل سكان مدينه الزويرات الجميله وان شاء الله يا ربي الشيخ ولد دور نصداف لكم غير الشيخ ولدي عنده جلسه خاصه تعدل له ما هو اليوم قاعد من يجري يقوم يستحق يقول عنه ولا الهواش ما يقعد عليهم ولا بد لهم
جلسه كيما تعرفي وسلام تاقلموا نحن وهو قاعدوا هاي مقاعد ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا رب نقدروا نلبوا لكم ان شاء الله هذا الطالب ان شاء الله يا رب ان شاء الله قبل المكالمه صافي نقبلوا مكالمه ممكن تعود اخر مكالمه في هذه الحلقه. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. ما شاء الله فتبارك الله. مرحبا بك ومرحبا بأهل في ديرك. مرحبا تفضل. ما شاء الله تبارك الله بخير الحمد لله. زهرة منت متسامالي على ما زهرة متسامالي ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي دور نستضافه ان شاء الله يا ربي. مرحبتي بك وسهرتي ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي دور نلبو لكم جميع ان شاء الله. قبل مكالمه اخيره قبل سميره انا قلت لك عنه لا يمين فنيت انتم ولا السلام عليكم مشاهد. الو السلام عليكم مشاهد. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم مشاهد برنامج صباح الوطنية مباشرة على قناة الوطنية. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم اخي المشاهد تفضل. الو تفضل اخي المشاهد. ما شاء الله فتبارك الله. شما سياك لباس الاسم الكريم. ما شاء الله فتبارك الله. بخير الحمد لله. مشاهد حاول تسمعني من التلفزه وتنقص عنك اسمعني من التلفون وتنقص عنك التلفزه. نسف الانقطاع هذه المكالمه و... لا لم تنقطع مازال متواصل. الو 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 تفضل. هذه المكالمة يبدو أن هذه آخر مكالمة صغيرة. آخر مكالمة في هذه الحلقة. سميرة عندك كلمة أخيرة لا تقوليها. كلمتي الأخيرة شاكرتك على اختيار هذا الموضوع طبعا الضيف وشاكر الضيف اللي كان معانا محمد سالم والحر ملقب سويلب وشاكرتكم مشاهدينا الكرام. اكيد احنا كما قلتها كاع قبيل بدايه البرنامج عنه هو برنامج لابد الحديث ان يغير فيه ويكسر عن الروتين الى ما ذاك لان تعبوا نحن تموتوا مشاهدين وتعقبوا تعقبوا في اخر المطاف تقلبوا عن القناه وذاك حنا ما نبقوا لكم نختار لكم انتم ولا معانا وتواصلنا احنا وانتم. اذا مشاهدينا الكرام مثل الوقت ما هو لنشكركم فيه على حسن المتابعه ونشكر ضيفي الكريم سويلم والحر وشاكر جميع المتصلين اللي اتصلوا عليا من داخل الوطن الحبيب وشاكر الناس اللي تابعتني في صفحة البرنامج وشكرا المخرج عبد الله الباباه وسالم الخليل المخرجين. شكرا دمتم في امان الله الى غدا وموضوع جديد.